نحن الآن في أمسية شعرية بنكهة عراقية أصيلة في مدينة مالمو السويدية مع الشعراء الكبار في الفن العراقي الأصيل. معنا العملاق الكبير الشاعر كريم العراقي. مرحبا. سهلا. شكرا جزيلا. شكرا لك. شاعرنا الكبير، ممكن تحدثنا عن هاي الأمسية هاليوم بالضبط؟ هذه الأمسية كانت المفروض صير قبل 20 سنة. وجه لي الدعوة الإعلامي رام النشمي، لكن ظروف العراق وظروف الحياة بشكل عام أخرتها، حتى أنا جيت للسويد وأخذت الجنسية السويدية وما صار هذا النصيب إلى أن الآن أجت الظروف. أجت الظروف متوائمة مع أنه أنا كنت في كوبنهاجن سجلت قصيدة، والحمد لله أصبحت جزء تدرس في الجامعة الدنماركية وترجمت للدنماركي وتدرس الدنماركي والعربي، وهي اسمها سيدة الصبر عن نضال المرأة العراقية من أيام الآشوريين والبابليين، ولي الفخر أيضا ومشاركة شاعر شاب أيضا هو أستاذ وشاعر في الجامعة الدنماركية أحمد الثرواني، فشفت الفرصة مناسبة لما طرحها أحمد أن أشارك، واليوم إن شاء الله هيستمتع جمهورنا وأحبابنا بقصائدنا، وراح يكون أيضا بمشاركة موسيقيين وعازفين ومطربين أيضا إذا أضاف إلى الشعر أحمد الثرواني وقصائدي الجديدة. هل كانت فكرتك إنه هاي الأمسية تكون بينك وبين الشاعر المبدع أحمد الثرواني؟ نعم، فكرتي أنا اللي طرحت اسمه دعما للشباب ودعما لموقفه، لأنه دعاني هو إلى الدنمارك لكتابة قصيدة تمثل القصيدة المعاصرة اللي تعكس ظروف العراق الحالية، فوفاءً إلى ودعماً إلى ولي الشباب القادم من شعرانا وامتداداً لهذه الأجيال أن يشاركني بالأمسية. ماذا ستقدمون للجالية العربية بالأخص الجالية العراقية؟ والله أنا بالنسبة لي هاي السنوات علمتني أن أكون أولاً أنطلق من الجرح العراقي، مو فقط الجرح وإنما أيضاً الحب العراقي، وأنتم شاهدتوها بقصائدي مع زميلي رفيق الرحلة كاظم السار، فقصائد عديدة منها قصائد ثورة الشباب ومسيرتهم وانتفاضتهم ووجع الأمة العراقية، ابتداء من يا أمي يا أم الوفا والشمس شمسي والعراق عراقي، إضافة لا طائفية بعد اليوم، دقة ساعة التحرير، قصيدتي الأخيرة لا تشكو للناس جرحنا أنت صاحبه، وأعمال أخرى تتبغدد علينا وإحنا من بغداد، دلع ها حبيبي، منوعة بين الغزل وبين الألم وقصائد التراث العراقي. شاعرنا، لما تكتب الشعر بالبداية أبيات الشعر الأولى أيهما الأصعب، الأولى وإلى لو آخرة الكتابة الشعر؟ الحقيقة هي البداية صعبة، بس أنا الحمد لله أترك نفسي على سجيتها، دائما أمين مع نفسي، حتى ما أعرف إنه القصيدة راح تكون فصحى أو شعبية، كل ما أحس أنا في شيء داخلي شيء يصير، أحيانا من كلمة صديق مثل كل ما تكبر تحلى، مثل هذا اللون عليك جنة، مثل دلع عيني دلع، مثل تتبغدد علينا، كلها حكايات من اللي حوالي، من أصدقائي، من داخل البيت أحيانا، من صديق عندي، فما أتعب بها فأحسها، بس لكنه علي أن أكون مخلص بتوصيلها. القصيدة اللي أنت تتأثر بيها أكثر القصائد تأثر بيها، بس دائما تبقى القصيدة الأخيرة هي أكثر أثراً. قصيدتي الأخيرة اللي هي أنا بديت بها بال 91، وأنتم ممكن سامعينها بصوت الفنان كاظم السار بمسلسل المسافر، هي لا تشكو للناس جرحاً أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم، شكواك للناس يا ابن الناس، شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم، فالهم كالسيل والأمراض زاخرة حمر الدلائل مهما أهلها كتموا، فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم،
وإن شكوت لمن شكواك تسعده أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تنهض الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته فمشاع الأضلوع وكم زلت به قدم. قصيدة مطولة. شكرا شاعرنا الجميل المبدع الكبير، شكرا لك. شكرا لحضوركم، إن شاء الله تستمتعون بالقصائد كاملة. سلامي معنا الشاعر المبدع أحمد الثرواني. أحمد الثرواني، مساء الخير عليك ومساء الخير على المستمعين والمشاهدين. طبعا احنا يسرنا انه نكون امامكم اليوم في أمسية تجمعني بالشاعر المبدع الكبير الأستاذ كريم العراقي، وحقيقة هذا شرف كبير ان تجمعني أمسية بالقامة والجبل العراقي السامق. تحياتي للجميع وان شاء الله الأمسية تعجبكم. شكرا أحمد. كيف كانت فكرتكم بهاي الأمسية الثنائية بينك وبين الكبير كريم العراقي؟ هو حقيقة التعاون بيني وبين أستاذ كريم العراقي هو بدأ بعمل سيدة الصبر، اللي هي عمل للمرأة العراقية العظيمة، اللي تقريبا قبل سنة أنجزناه، والآن أنجزنا عمل آخر للعراق للوطن باسم هنا بغداد. فالتعاون مع أستاذ كريم كان مثل ما قلت لك بهذا العمل، وتكرر الآن وتوج بالأمسية. ماذا ستقدم في هاي الأمسية لشعبك العراقي؟ إن شاء الله راح تكون قصائد مختلفة. أكيد نبدأ بالعراق العظيم، نبدأ بوجع وطننا وأحلامه اللي إن شاء الله تتحقق، وبعدها نكتب نقرأ غزل وأمور أخرى وجدانية بإن شاء الله. صحيح. أنا شاركت في مربدين على التوالي في البصرة الفيحاء، وننتظر الدعوة القادمة على المربد الجديد إن شاء الله. وأكو يعني مشاركات أخرى في يعني بلدان عربية أخرى، ولكن العراق الأهم. أكيد العراق الأهم. ممكن تقول لنا شيء عن من القصائد مالتك للراديو صوت الشباب مالمو؟ أي نقرأ قصيدة للعراق. بلى هو اسمك للأمجاد عنوانه، يشيد بالشرف الموروث أكوانه. بلى ستبقى وإن يأبى الغزاة قنا في أعين الشر إذ حاولنا عدوانه. الله الله، شكرا لك أستاذ أحمد الثرواني. شكرا الله يخليكم، شكرا جزيلا. الحضور الجميل، مساؤكم ورد الندي، مساؤكم ورد الندي بالحب أذكى. كبدي أحال أمسي مزهرا فكيف يومي وغدي. مساؤكم ورد الندي بالحب أذكى، كبدي أحال أمسي مزهرا فكيف يومي وغدي. رب مساء حال من عمرك منه يبتدي، وكلما شاب الهوى تراه في تجددي، كأنه قصيدة ما خلقت لمنشدي، كأنه قصيدة ما خضعت لمنشدي. فوزنها نبض فؤاد بالغرام مجهدي، أو همس أقدام هفت تلهفا لموعدي. قصيدة ما فتئت تبدع لحن الأبدي، فزج بنا أو فزبدي واضلل بنا ثم اهتدي. طاب الهوى ما بيننا فيا جراح رددي، مساؤكم ورد الندي بالحب أذكى. أنا الفنان آشور المهنة. الفنان آشور المهنة، شنو أهلا يا الله، شنو رأيك هاليوم بهاي الأمسية الشعرية؟
والله اليوم أنا يعني الفخر أني أكون من ضمن المشاركين في هذه الأمسية مع عملاق الشعر العراقي كريم العراقي، وشارك الأخ العزيز صاحب الشعر البديع أحمد الثرواني، وراح أكون أنا أيضا كم مغنية من كلمات الشاعر كريم العراقي لمطربين عراقيين غنوها. إن شاء الله راح نكون بين القديم والحديث، يعني ثلاث أغاني راح أقدمهن، وإذا أكو بعد مجال يعني الجمهور نقدم بعد أكثر. بالنسبة لأمسية اليوم أشوف ما شاء الله يعني الجمهور كلش حلو، متعطش يتشوف أمسيات، متعطش للشعر الحلو، متعطش يجوز الأغاني الحلوة، لأن الحقيقة كل ناس دواقة وملت من هذا الأغاني الهابطة، حتى إحنا كمطربين هم ملينا، يعني تعبنا هاي شوية نصفي بالنا نصفي ذهننا بالشعر الحلو، وإن شاء الله تكون أمسية يعني جيدة للجميع إن شاء الله، ونتمنى هذا ويستمتعون اليوم مع الجميع إن شاء الله. إن شاء الله. ماذا هو جديد آشور المهنة؟ والله هو جديد، هو اليوم أول جديد هو هاي الأمسية، تعرفين إحنا في أوروبا شوية صعب الإنتاج، يعني إيه يعني هو جديد نهاية الحفلات الخاصة والأعراس هاي الأغاني الموجودة. والله أكو يعني دا أقول يعني سعدني يمكن احتمال العمل مشتركان وكان العراقي وجعفر الخفاف، بس تعرفين هنا أوروبا شوية تأجيل يعني شوية صعب، مو مثل بلادنا العربية سهل كل شيء، إمكانياتنا كلها صعبة شوية. إن شاء الله يصير خير إن شاء الله. شو تحب تقول لأبناء بلدك؟ والله أبناء بلدي إحنا يعني انقلبنا ياهم إحنا ونعيش معاناتهم، صحيح إحنا هنا في الغربة بس إحنا دائما أخبارهم تابعينها ووحدة وحدة وياهم، وإن شاء الله الله يشيل هاي الغمة عنهم وتنجح ثورتهم ويرجع العراق ذاك العراق الحلو اللي عرفه إحنا إن شاء الله. شكرا لك أشور المهنة. كثر الحديث عن التي يهواها، كثر الحديث من التي يهواها، ما عمرها ما شكلها ما سرها، بيضاء أم سمراء، عيناك أنت أحلى ما عيناها. فنان غزوان رائد شتام. غزوان، ممكن تحكي لنا عن الأمسية هاليوم؟ اهلا وسهلا بكم وشرفتونا هاي الامسيه الجميله. طبعا هاي الامسيه هي الاولى من نوعها اللي تقام شعريه وثقافيه وفنيه وموسيقيه طبعا غنيه عن التعريف. يعني هي هاي اول مشاركه لي طبعا مع عمالقه الفن العراقي والعربي، منهم استاذ جعفر خفاف والشاعر كريم العراقي. يعني وصف لا ما عندي وصف يعبر عن هاي الأمسية صراحة، لأنه عملاقة بشكل بصورة جيدة جدا، يعني إنه تشوفين الناس من خلفنا، يعني جماهير تجي من كل من حب ودب، يعني فأمسية رائعة راح تكون إن شاء الله. شنو عن غزوان؟ هل هو فنان؟ والله هي تقدرين تقولين فنان أو بالأحرى موسيقي، عازف آلة الفيولا. أنا بداياتي عامل من كان عمري 15 سنة، قبل 15 سنة أنا عمري 30 هسه إن شاء الله بلشت ويا آلة الكمان. أنا مو من عائلة فنية طبعا، بس والدي كان يعزف كمان، أنا من أصول صابئة المندائين ومهنتنا مهنة الصياغة، فبعيدة يمكن كل البعد عن المهنة، بس قدرت أطب بها، وهسه أنا بالمرحلة الخامسة ماجستير المعهد العالي للموسيقى بمالمو جامعة لوند. فأني دراستي عن السيمفونية والأوركسترا، بس حبي للموسيقى العربية الشرقية هي اللي وجودي لهنا، يعني أنا لو ما حبي للموسيقى الشرقية فأني قدرت أوافي بين الاثنين الموسيقى الشرقية والغربية. طبعا هي بها صعوبة لأنه تمتاز الموسيقى الشرقية بالربع توني الكوارتر تون، والموسيقى الغربية هي النصف تون، فقدرت أوازن بين الاثنين والحمد لله، الله يوفقني إن شاء الله وأكون عد حسن ظن المستمعين إن شاء الله.